في دفاتر الديمقراطية العراقية الحديثة نصوص حرية التعبير لا تزال طلاسما عصية التفسير على أصحاب السلاح. يدمي الرصاص طياب نشطاء وصحفيين، ويدون المعنيون قوائم لا منتهية من أشخاص اصطادتهم سنارة الاستهداف بعدما فتحوا أفواههم بكلمة اختلف على تفسيرها، الحرية أم تجاوز؟ تنظر في الجهات الأمنية والتحقيقية وسلطة القضاء في قضية استخدام السلاح ضد الإعلاميين والصحفيين وأصحاب حريات التعبير حتى من المواطنين العاديين أثناء التظاهرات، واضح جدا هو ضعيف إذا لم نقل إنه متلاشي. يتظاهر هؤلاء أمام عدسات الكاميرات، ويكتب الصحفيون ما يشاءون في بلد يشرب من حليب التحول السياسي الطازج. هذه الصورة الوردية المثالية للحرية هنا، لكن سوداويتها اعتقالات عند حلول الظلام، ومختطفون يحشرون في سيارات مظللة معتمة الزجاج لا تعرف لأجهزة أمنية أم مسلحين أم الاثنين معا. تتحدث الحكومة عن ضرورة حصر السلاح بيدها، تقول ولا تفعل. هنالك من يرى بأن حرية التعبير أن يفعل ما يشاء، وهذا أيضا مرفوض، وهنالك السلطة التي تبالغ في الحد من حرية التعبير لدرجة أنها تقيد لك حريتك. أعتقد الوقوف في الوسط هو الأنسب للشراكة بين الحكومة، السلطة، الدولة وبين المجتمع. يتمدد الرصاص على مساحة الحوار، ويقتطع أنفاسا من أجساد، ويحرم ألسنة من استكمال فكرة نقاشية. الحجج إلحاد أو الدعوة إليها، أو كفر بالتقاليد والخروج عليها، وثالثة تشير إلى محاولة إحداث تغيير غير مألوف من قبل. يتنازع الإسلاميون والمدنيون على عراق لا تعرف هويته، الأول وكما هو متهم بأنه مدجج بالسلاح، والثاني بالسلمية التي لا تؤذي. سل البلاد عن المهاجرين، ستخبرك قصصا عن أناس اكتووا بنيران التهديد، وبعضهم عاين بيته لآخر مرة، وثالث أسكن عزيزا في القبور، ظل الجاني طليقا، والقانون يحاسب بأيادي رخوة يمنعه المانعون من الإبصار في دولة تحتاجه بعد تغيير جاء على كل شيء وليس النظام وحده. صحيح أن العراق تحول من الفردية إلى الديمقراطية كما يقال، لكن حرية الرأي لم تسبح في فضاء كهذا، بالسلاح تكمم الأفواه، هكذا قال مختطفون ومعتقلون لأنهم تجاوزوا ما اعتبره آخرون خطوطا لا يمكن عبورها، عطفا على ثقة مفقودة ببرلمان وحكومة. كل ذلك يجعل أصحاب الرأي طرائد سهلة في أوضاع مماثلة. سرمد فاضل الرشيد، بغداد.